وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قراطا ونصف. القرار يأتي دعما للمزارعين حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي وهو 1600 جنيه لأردب، ولكن الحكومة وافقت على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.